للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. السيد رامي، أهلا بك في برنامج منتصف اليوم. أكثر من 2300 لاجئ سوري خلال شهر تشرين الأول الفائت تم ترحيلهم من قبل الاحتلال التركي رغم امتلاكهم وثيقة أو ما تسمى بهوية الحماية المؤقتة الجملك. ما الهدف من ذلك برأيك؟ طبعا صباح الخير. الهدف هو ادعاء أردوغان أو محاولة ترويج لادعاء أردوغان بأن هذه المناطق آمنة من الأراضي السورية التي يرحل هؤلاء إليها، وهم يصورون الأمر أمام المجتمع الدولي على أساس أن هؤلاء هم الذين طلبوا العودة إلى مناطق أردوغان الآمنة والتي لا يوجد فيها أبسط مقومات الأمان. لذلك أقول بأن عملية الترحيل القسري للاجئين السوريين هي تتعارض مع القوانين الدوليه، اين المجتمع الدولي؟ اين المنظمات الدوليه؟ اين الامم المتحده؟ اين الاتحاد الاوروبي من قضيه ترحيل السوريين عنوه وقصرا الى الاراضي السوريه، بينما نشاهد حقيقه الامر اليوم على سبيل المثال عمليه ترحيل دفعه ثانيه برعايه الامم المتحده الى مناطق النظام من لبنان. ستصدر البيانات او البيان تلو البيان من الائتلاف، من الحكومه المؤقته، من منظمات حقوق الانسان السوريه التي تعمل بتفرعات الائتلاف وحكومه عبد الرحمن مصطفى او الحكومه المؤقته، تلجئ لعمليه ترحيل هؤلاء من لبنان الى مناطق النظام والذين بعضهم في الاساس مورين للنظام، بينما لا نشاهدها تتحدث عن عمليه الترحيل القسري التي تقوم بها حكومه اردوغان الى الاراضي السوريه التي هي غير امنه في الاساس، بل هم بالاساس حاصلين على يعني اقامات لجوء على انهم بطاقات حمايه مؤقته في تركيا، ويمنع ترحيلهم الى مناطق غير امنه. نعم سيد رامي، انت تتحدث بان هذه المناطق ليست امنه سواء من قبل الفصائل التي تحتل المناطق من قبل الفصائل المواليه لتركيا وايضا من قبل النظام السوري، اذا لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي حيال هذا الترحيل للسوريين؟ لان المجتمع الدولي هو مجتمع منافق، مجتمع لديه ازدواجيه معايير، ومن يعملون مع المجتمع الدولي من السوريين القابعين في غازي عنتاب ومناطق سيطره الاحتلال التركي يروجون لهم ويرسلون لهم التقارير على اساس انها مناطق امنه، وهم وهؤلاء بنوا علاقات جيده مع الخارجيات الغربيه ومع الاتحاد الاوروبي منذ بدايه الثوره السوريه، وكانهم قران او كتاب مقدس منزل كلامهم قطعي، بينما الواقع بانهم يروجون الاكاذيب للدفاع عن ممارسات الاحتلال التركي. ويعني عمليه ترحيل السوريين من تركيا ليس هو الانتهاك الوحيد الذي تقوم به الحكومه التركيه بحق السوريين داخل الاراضي السوريه وعلى الاراضي التركيه. هناك في الفترة الأخيرة كثر الحديث عن فتح قنوات اتصال بين حكومة دمشق وتركيا، هل ترحيل اللاجئين في هذا الوقت له دلالة أو علاقة بذلك؟ لا، هو له علاقة بما يجري بالداخل التركي في محاولة من أردوغان وحزبه القول بأنه يعيد السوريين، وهي خطوة إعادة السوريين إلى المناطق الآمنة. يريد أن يروج للداخل التركي بأنه هو يريد أن ينهي ملف اللاجئين السوريين في الأراضي التركية. لا علاقة له بدمشق، لأن علاقته مع دمشق تتعلق فقط بموضوع قوات سوريا الديمقراطية وليس بأي أمر آخر. سيد رامي، أيضا ترحيل اللاجئين إلى مناطق تحتلها كما ذكرنا الفصائل الموالية لتركيا، ألا يعتبر ذلك جرما آخر بحق السوريين؟ هذه العائلة تتحدث بأنها خدعت بالعودة إلى جرابلس. نعم، يعني عندما تتحدثين عن عوائل من عبرين على سبيل المثال، هم يعني لجأوا إلى الأراضي التركية ويقيمون في تركيا. عفرين نعلم بان هؤلاء يعني وجودهم في عفرين هو خطر على حياتهم، ليس حقيقه الامر فقط يعني ابو همشه وغيره، كل من حمل السلاح مع الفصائل الموجود في عفرين هو يقوم بممارسه انتهاكات بحق ابناء عفرين. لماذا اردوغان يقوم بعمليه احتياليه او حكومه اردوغان بترحيل هؤلاء العفرينيين الى مناطق قد يتعرضون للقتل فيها؟ هذا يقول بانه يخالف ويناقض كافة التعهدات الدولية من أجل حماية اللاجئين. نعم سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشكرك على هذه المشاركة وعلى هذه المعلومات، كنت معنا من القاهرة.